إلى الرياض، حيث نشرت هيئة المسرح والفنون الأدائية مقطع مصور عن مهرجان الرياض للمسرح، والذي أدى دوره كبيت للمحترفين وملاذ للمواهب الشابة. الصورة دائما أبلغ من الكلام. سأقاتل حتى لا يبقى على عظامي قطعة جلد. يا عزيز، هل جردك الجنون من كل رشدك؟ من هالمكان وعلى هذه الخشبة تنطلق عروض تفاصيل ما لها حدود، وهالتفاصيل صنعت من أيادي مبدعة خلف هذا الستار. يا هلا ومرحبا، معكم المؤلف. النص أولا، النص هو القلب النابض لهذا العرض، وأنا المخرج. رؤية، قراءة متعددة للنص، اختيار للطاقم، بروفات، كل هذا عشان في النهاية نبهر الجمهور. شخصيات متعددة تحتاج إلى هوية ننتقل من خلالها عبر الزمان والمكان. فانتازي، تراثي، واقعي، معاصر وتاريخي. المسرح حياة، والكل حياة لونها الخاص. إبداعات تبدأ من هنا توصل هنا. في مهرجان الرياض للمسرح نفجر المواهب والطاقات في كل الاتجاهات. مسرحيات تنافسية، ورش عمل تدريبية، ندوات نقدية وفكرية.